رمضان اصبح في بعض السمات المتغيره، ان بقى في تلفزيون وبقى في برامج وبقى في نوع من انواع الحداثه موجوده. من 30 سنه انا اذكر ان رمضان ما كانش بيبقى موجود من خلال اجهزه الاعلام قد ما هو مجهود موجود في الحاره نفسها. الحاره كلها شكلها بيتغير، ان الاعلام اللي الولاد بيعملوها والفوانيس البدائيه اللي كانت بتبقى متوفره، والشهر كله كان بيبقى فيه حاجه جميله كده، كان الحياه مسها شيء من الحاره كده. واحيانا لا يمكن تلاقي مثلا يعني دلوقتي لما نقعد نتفرج على الافلام والمشاهد اللي فيها شهر رمضان نحس ان في حاجه جميله، في حاجه حلوه، حاجه نورت كده. الله. بس لغايه النهارده الحاره كده. الحاره فيها الحاره كده. وحتى يعني في احياء تانية لا يمكن تلاقي مثلا يعني في كل شارع هتلاقي كام عماره، حتى فانوس كبير لرمضان. عاملين اعلامه معينه. في الموائد الرحمن موجوده في كل حته. هو الموضوع ما بقاش مقتصر على الحاره. بالظبط. يعني ابتدى يبقى في احياء كتير تانية بتحاول انها تعمل الموضوع ده بشكل لذيذ يعني. فيها بس ربما كان في الحاره شيء تاني مختلف عن دلوقتي. أكيد. يعني مثلا في بعض الحاجات اللي انتهت، يعني مثلا كان في دكاكين جميله جدا جدا بتبيع ترشي. فالترشي ده كان موجود لغايه دلوقتي. موجود لغايه دلوقتي. انا بجيبه. والله؟ اه والله. لازم تاكل الترشي ولا ممنوع عليك؟ لا مو ممنوع، بس ما كثير يعني اهتم فيه. انت ما بتحبوش ولا عشان صوتك؟ يعني مرات مثلا اتقيد فيه على الصوت شويه. مش كده؟ حتى لا يعمل لي حساسيه، لا يعمل لي. بس ايضا مع طقوس الحارات المصريه، ايضا عندنا طقوسنا في بغداد او في الموصل في العراق بصوره عامه، هناك برمضان شهر رمضان فقط خلال هذا الشهر في لعبه يعملوها الاحياء الشعبيه مع بعضها. يعني كل يوم مثلا تجي المقهى الفلانيه مع المقهى الاخرى، او يجي الحي الشعبي مع الحي الاخر. ويعملوا ايه بقى؟ يعملوا احنا نسميه خبي المحبس، احنا نسميه بات، احنا نسميها بات. بات اللي هي خاتم. خاتم اي خاتم. ومجموعه مثلا مجموعه اعطيني اياها ذكريني ورا الحرب. مثلا مجموعه 500 شخص هنا و500 شخص امامهم اخرين، وفي قائد لل500 شخص لهذه الفرقة، وفي قائد ال 500 الثانيين. فاحيانا نصير 1500، 1000، احيانا 500، احيانا 200. ويخبوا المحبس. يخبي المحبس عند مثلا فريق اليف. يخبي المحبس، يعمل بطانية ويخبوا المحبس مع واحد من 500. فقائد الفريق الاخر عنده فراسة، يجي بالوجوه واحد 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 واحد، فاللي يشك فيهم عندهم المحبس، لان يعني تعرف اللي عنده المحبس وجهه يتغير شوي، لونه يتغير، ايده طبيعي. فيجي شو يعمل هو؟ يبقي الناس اللي شاك فيهم اربعه او خمسه، ومن ضمن الاربعه خمسه يطلع فيهم واحد عنده محبس. ويبقي واحد فقط وياخذ المحبس، مرات ما يتاخروا يعني مرتين ثلاثه الرابعه ياخذ المحبس، ياخذ الخاتم يعني. والله. ده هاي يسموها لعبه البات. ودي بتبقى في ميرسي. رمضان. بمناسبة رمضان. عايزين نلعبها بعد بالليل. نلعبها مع بعض. نادي بس انا محتاجة فراسة يعني، محتاجة لواحد قوي جدا يعني. محتاجة اخف الدم كمان. احنا شايفين النهارده المكان زحمة، كل الناس، حيوا الناس اللي واقفة عشان نحييهم ونسقف لهم بقى. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. وقبل الفطار بخمس دقايق بيبقى عنده حاجات معينة بيعملها، في ناس بتصلي، في ناس بتنام عشان الوقت يفوت. لا انا بلهي نفسي، احاول بأي ازاي طريقة. باي طريقه، اي حاجه تلهي بيها. بتبقى جعان جدا بقى. وليلى، والله لو عندنا ناس على الفطار ببقى في المطبخ. ولو ما فيش حد على الفطار ببقى قدام التلفزيون في الايه القرانيه اللي قبل المدفع على طول. يعني ببقى فاتحه التلفزيون اتفرج على الحلقه اللي قبل الفطار، وبعدين القران، وبعدين نقول بقى مدفع الافطار، راجع الافطار معايا، اضرب. ايوه اضرب ونقوم بقى. يا اظن العاده دي بالظبط
عند كل بيت انهم بيستنوا يسمعوا صوت مدفع الافطار. نفس الطريقه اللي يعني كنت بقولها من وانا صغيره اضرب لغايه النهارده بقولها. وبحب صوت الراجل اللي بيطلع بيقول اضرب اللي هو قديم قوي يعني ما اتغيرش. هو بحب قوي ده. وعندكم ده كمان يا كذا؟ مدفع الافطار اضرب بس يضرب بس ما بس يضرب. يطلع صوت ما عندكوش صوت يقول هنسمحه لك النهارده. ايوه انا غالبا بقى يعني حد من اصدقائي ينتهز هذه الفرصه يقعد قبليها بربع ساعه يتكلم معايا علشان ايه يضيع الوقت يضيع اللي هو آخر منتظر فيه يعني يضيعه وعلى مشادي يقعد يكلمه في الفتره دي على اساس ان يعني كل حاجه تبقى جاهزه ويقوم ياكله على طول يعني. طيب جميل. احنا كلنا بنبقى في انتظار الدقيقه دي ودي الخمس دقايق دول بيبقوا اصعب دقايق الحقيقه. انتوا عندكم لغايه دلوقتي بيفوت المسحرات وكده؟ انا كمان عندي مسحراتي وعندي بيفوت على الساعه مثلا بعد العشاء فرقه كده هوت طبله ورق ويقعدوا يقولوا اغاني قديمه واغاني تواشيح. جميله. اتفضل. بتبقى جميله جدا جدا ومعاهم اطفال صغيره وبيقعدوا يغنوا بيفوتوا لغايه دلوقتي. مع اننا ساكنه في مصر الجديده يعني مش بس في الاحياء الشعبيه. طيب هو احنا حلو بيعملوا بهجه جميله. جميل قوي قوي. احنا فاضل دقيقتين. مش حلو النسخي. اصل الفنان كاظم قال ان هو بيفطر وقت المغرب زي ما يكون صاحي الصبح بالظبط، فبياخد حليب وبياخد شاي او قهوه وبياخد عصير. وليلى برضو تفطر؟ بفطر الصبح شاي باللبن. هو الحقيقه انا بفطر قهوه باللبن بس قهوه باللبن. شاي باللبن. نجيب لك قهوه باللبن. جايه حالا. ما بتاكليش اي حاجه؟ لا يعني اشرب ميه الاول. ميه اول حاجه وبعدين قهوه باللبن وبعد كده بعد ساعه بقى ابتدي اكل. والله يعني الساعه 10 ابتدي اكل. ندخل في الاكل. ندخل في الاكل تمام. اكنه الغدا بقى. واحنا قاعدين لغايه 10 معاكي عشان نشوف خلاص هتاكل ايه. استاذ كمال يا ريت فطارنا يكون عاجبك. جميل جميل. انا الحقيقه عجباني القعده كلها والبرنامج الجميل ده. ربنا يخليكي. ليلى وكاظم موجودين. الله يسلمك. وانتي حاجه جميله جدا. طبعا احنا في مصر احنا عندنا نوعين من الصيام في الاخوه المسيحيين. ما احنا صايمين احنا الاثنين دلوقتي مع بعض. ده من الحاجات الحلوه. احنا صايمين كلنا. اسكت كده. ف صيام بالزيت كله في حاجات هنا كلها بالزيت. مظبوط. انا عاملاها مخصوص. ما واضح. في طعميه وفي طعميه وفي ده بالزيت سمبوسك. صحه وهنا. بصحه وهنا. صحه وهنا. وانتم طيبين. وانتم طيبين. والساده المشاهدين احنا دلوقتي كوني أحبك كي تزيد واسعد. أستاذ كمال رمزي منورنا وبنتمنى تكونوا يعني قدرنا تفطروا على خفيف كده. الحمد لله. الحمد لله. خلاص عينينا فتحت و كله تمام. كله تمام. وشربنا قهوه. شربنا قهوه وشربنا شاي. شاي. وكله جميل وسمعنا رمضان جانا. مطلب. لازم نسمعه. مش كده؟ رمضان لازم. انت كمان يا كازم؟ طبعا كنا ناخذ شيء في صراحه يعني مثل ليله العيد للسيده ام كلثوم. ايوه. ليله العيد انستينا. هذه لما نسمعها العيد بعد ما نحس يعني. ما اكتملش. بالظبط. في رمضان عبد المطلب. طب ايه السبب يا كاظم؟ يعني كتير جدا يقولوا ايه؟ الله طب الاغاني دي ما حدش قدر يطلع حاجه جديده. ممكن يعني ممكن لو 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 عملنا جهد ممكن نطلع اغاني جميله طبعا لرمضان. ولكن للاسف يعني في اتجاهات كثيره يعني نسبه كبيره مثلا بالاول كانوا يتسابقوا على المعنى. يتسابقوا على مسابقه شعريه يعني انه من الاجمل يكتب ومن الاعمق يكتب ومن يتفرد بكتابه عن الام او عن شهر مبارك في رمضان. الان اتجاهات نسبه كبيره انه
يفكر بالشركة، شركة التجارة والكاسيت والهذا، فيفكروا انه اتجاه اخر، اتجاه تجاري اكثر. وذلك كثير من الفنانين انه للاسف، وانا من ضمنهم يمكن، انه ما خلينا في بيباننا انه لهذا الشهر ان نعمل شيء كبير جدا. ولكن ايضا هناك اشياء جميلة حتى اقولها في هذا الشهر المبارك، حتى لا اكون ناقد، حتى لا اكون ناقد. اشياء جميلة انا فرحان فيها في رمضان، انه كثير من الفنانين يسعوا ان يعملوا حفلات خيرية، كثير من الناس تسعى ان تعمل فعل الخير الضعف على الخير، كثير ناس مثلا كانت اشهر يمكن العمل اشياء اخرى ما اخذتهم، جمال الحياة ما اخذهم، في هذا الشهر يتفرغ لعمل الخير، يسعد الاخرين. يعني مثلا جمعيات تفكر باسعاد طفل، في ناس كثير يساهموا مساهمة بسيطة حتى يتبرعوا لجمعيات خيرية، لدار ايتام، لناس محتاجين في هذا الشهر. وكثير من اصدقاء هذا الشهر صحاهم على طول، يعني مو بس صحاهم خلال هذا الشهر فقط، يعني ظلوا استمروا على فعل الخير. ففي اشياء جميلة تذكر من الفنانين، انه فعلا كثير من اصدقائي الفنانين يعملوا اشياء وما يحبوا يعلنوها يعني، وهذا بالزبط. الجمال اللي فيها، وهذا احلى حاجه، وده احلى. انا عدم الاعلان، عدم انا بحترم يعني فعل الخير انه يكون للاخرين، وخاصه في هذا الشهر انه لازم نذكر بعضنا. ولذلك ارجع اقول شيء اخر ايضا، انا اسف يعني، لا تفضل. في مثلا رمضان بعض الناس قالوا لي برمضان تعمل تشتغل، برمضان تسجل. هو رمضان بالعكس، هو رمضان اذا تعمل انت في حياتك في ايامك العاديه، في رمضان لازم تعمل اكثر حتى تتعلم الصبر، وتتعلم شيء اخر، انه في ناس يعني محتاجه، ايوه، ما لاقي لقمه العيش. فهو من يجوع اثناء النهار راح يحس اكثر بالاخر، بالاخرين، بالضبط، راح يحس انسانيته هنا راح تكبر اكثر، راح يشوف يستخدم انسانيته بشكلها الصح. هو انسان طيب داخله، ولكن مثل ما قلت احيانا مغريات الحياه تاخذ الواحد، بتلهيه. ومش معنى ان انا اصوم ان انا افضل نايم طول النهار، ده مش صحيح. لا لازم اعمل انا في الاستوديو برمضان، اسالي الاستوديو كل يوم في الاستوديو، كل يوم في الاستوديو. وفي ناس فعلا زي ما شفنا واحنا بنفطر، انه في ناس كتير جدا شغلهم بيضطرهم ان هم يشتغلوا وقت الفطار، يشتغلوا وقت الفطار. وهذا انا احييكم عليه، البرنامج الرائع اللي انه فعلا تتذكروا وتوضحوا للمشاهد انه في كثير من الاباء، كثير من الابناء، كثير من الناس انه تاركين عوائلهم ومن اجل حتى يعيشوا ويعيشوا اولادهم، ولازم اولادهم ينتبهوا لهم، يقدروهم تقدير مضاعف، انه يفطروا وهم اثناء العمل يفطر. بالزبط. يعني مرات انا ما اشوف هذا البرنامج بصراحه، يعني اقول هذول الناس لازم محتاجين انه اولادهم اذا في المدارس، اذا يدرس ابنه دراسة بسيطة لازم يدرس بطريقة أن يكون متفوق حتى يرد الخير لأبوه. أيوة. يعني أيوة. نقول حتى يرد الخير في المستقبل، حتى يعين الوالد. إنه في أشياء إنسانية كثيرة في التلفزيونات في بصراحة وضحتها للناس، ومن ضمنها أنا فعلا أحييكم على البرنامج اللي تستضيفون الناس اللي يفطروا خارج بيوتهم. حلوة أوي. هم في العمل. أنا عايز أضيف حاجة على فكرة. البرنامج ده وفي برنامج تاني جميل جدا برضو، اللي هو بيقدم الناس اللي بتفضل صحية طول الليل. نعم. البرنامجين دول من البرامج اللي بتلفت نظري جدا. نعم. وبتبين باستمرار ان في بناة الحياة، ناس بتبني في الحياة. نعم. وناس بتبقى سهرانة، ناس حتى ما بينتهيش يوم الصيام بانها في وسط اولادها. نعم. انها فعلا بتبقى في وسط مجال للعمل من الممكن انها تخدم فيه اخرين يكونوا محتاجين. بس انا عايز ارجع لحاجه ثانيه. اتفضل يا استاذ. الاغنيه ومعانا كاظم وليلى ممكن يعملوا لنا تنوير في النقطه دي. هو الحقيقه في عشرات الاغاني بتطلع في كل مناسبه. نعم. ومن ضمنها الاغاني اللي طلعت بمناسبه شهر رمضان. نعم. لكن ليه اغنيه رمضان جانا لمحمد عبد المطلب؟ نعم. هي اللي اصبحت النهارده جزء من الوجدان الشعبي في العالم العربي كله. يعني ما طلعتش اغنيه تانية الا اغنيه اللي هي في وداع شهر رمضان.
ولا لسه بدري ولا لسه بدري بدري بدري. الاثنين دول اصبحوا جزء من الوجدان العربي كله. هل بيرجع السبب لطبيعه صوت محمد عبد المطلب الشعبي ده اللي هو طالع من الارض وطالع من الازقه وطالع، ولا كلمات الاغاني نفسها؟ يعني في حاجه هنا في سر بالكلام باللحن بالاداء بالصوت، وفي ايضا حاجه اخرى في بعض اغاني تكون خلص من ضمن حياتنا بالضبط، تعودنا عليها بقت جزء من حياتنا. لو طلعت اجمل اغنيه واجمل، لكن من تسمع عبد المطلب ورمضان جانا بنعرف هذه لها ارتباط اخر. يعني بالضبط انت ببيتك، يعني عندك ببيتك، يعني عندك اشياء مستحيل تستغني عنها، زي اغنيه الكريسماس يا كاظم. بالضبط اغنيه الكريسماس بقى لها الاف يعني عشرات السنين انا خبر ما اعرف اذا كل مدى صحه الاغنيه هذه، انه سيده عملتها سيده ما موسيقيه، يعني ما لها علاقه في الموسيقى، سيده كبيره عملت اغنيه الكريسماس. اكيد ام عملتها لاولادها، ام اللي عملتها لاولادها، عارفه زي فانوس رمضان. يعني بحس ان الاغاني دي، شوفي مهما طلع شكل فوانيس كتير، لكن في الاخر احلى فانوس هو الفانوس الاصلي القديم اللي بالنحاس وبالشغل وبالزغرفه دي، اللي هو القديم قوي قوي ده. اكتر فانوس بنفضل نحبه وبيفضل عمره ممتد لغايه دلوقتي. بالظبط. انا مبسوطه برضو من البرنامج اللي هو بيتكلم على الناس اللي بتفطر وقت وما بتكونش مع اسرتها، لان دايما الاسره سواء الولاد او الزوجه بيبقوا عندهم حته من ان هم مش لاقيين باباهم او مش لاقيين مامتهم او whatever. ده مش بس المفروض ان هو يتقدر كويس قوي منهم، ده من المجتمع، لان هو مش بس بيشتغل علشان القرش، هو بيشتغل كمان لانه بيخدم المجتمع طبعا. لازم في خدمات للمجتمع وللبلد تبقى مستمره ال 24 ساعه زي ما قال الاستاذ كمال، حتى طول الليل. وطبعا من الاعمال دي كمان اللي هو الاعمال المسلسلات اللي لسه بتتصور كمان لغايه دلوقتي. والله في لغايه دلوقتي مسلسلات بتتصور طول الليل برضه. هو الحقيقه انه الشهر ده الشهر المبارك ده البركه بتاعته بتعم على الجميع. يعني انا بتصور انه امبارح لما اتكلمنا مع الاستاذ كمال رمزي وقلت له احنا حابين انه ليلى علوي وضيوفها ونبقى مع بعض، ف يعني ما استناش ثانيه علشان يكون معانا. اكيد طبعا. ميرسي يا استاذ كمال. كاظم الحقيقه يعني انا بشكره جدا على انه كان قد كده جميل ومتعاون ومرحب، ودي روح مش بنلاقيها عند ناس كتير. بتهالي حب الجماهير جاي له من ده. انا طبعا اعرف كاظم كنجم من زمان، لكن اعرفه من قريب من فتره صغيره قوي، بس انا الانسانيه عنده عاليه قوي قوي، ويعني بعتبر نفسي ان انا كسبت صديق مخلص وحساس ومتواضع جدا جدا. وانا طبعا بشكره جدا ان هو على اللبه الدعوه. متواضع ايه؟ بيقولوا عليه مغرور. لا بالعكس انا عليه مغرور. لا بالعكس انا وبشكر طبعا الاستاذ كمال، بس انا مش مغرور خالص، بس بيقولوا دايما يعني دايما النجم بيتهم بهذا، لان في نجوم كتير جدا جدا خجولين. فانا احس ان كاظم شخصيه متواضعه جدا بس جواه خجل، ومتهيألي كده يا كاظم. يعني احيانا يعني يمكن اولا لي الشرف ان اجي معاكم بكل سعاده يخليك. واحيانا العمل يخليني اكون منغلق شويه، قافل الابواب وجالس اعمل، يمكن لان عملي صعب، ولذلك عدم التقائي بالناس، ويقولوا انه كاظم لا يلتقي لا بالحفلات لا يجي لا، هو بالعكس لا تعالي بكل سعادة أنا أقبل الدعوات، لكن مرات العمل يفرض علي أن أجلس في البيت في الغرفة وأبحث عن الأفكار. يعني أنا أعمل موسيقتي، أنا أبحث عن أفكاري، ما حد يساعدني بهذا الموضوع بصراحة. اللي يساعدوني هم الشعراء، وأحيانا الشعراء أنا أكلفهم فوق طاقتهم. يعني أحيانا مثلا شاعر يعطيني القصيدة يدفع الثمن غالي، يدفع الثمن غالي كيف؟ يعني مثلا كتب القصيدة وأعطاني إياها، يجلس معايا يمكن 30 جلسة أحيانا، حتى في سبيل
حتى مرات يحلفوني يكتب توقيع انه انك راضي والله العظيم. العمل هو اللي يعني اوضح صوره للاخرين انه عملي يتطلب من عندي ان اجلس اعمل كل يوم ساعات طويله. طبعا. وعشان كده بيطلع الشغل مميز لانه دقوف في عمله. وعلى فكره بالمناسبه انا بعلن لكم ان كاظم النهارده محضر مفاجاه جميله جدا جدا وهديه جميله جدا لينا. اه والله هيبقى في هيسمع لنا هيعرض لنا مقطوع من فيديو كليب الاغنيه الجديده اول مره هتتذاع بجد اسمها مستقيل. الله. اغنيه سياسيه الله. عاطفيه مش هقول اكتر من كده بقى. لا هذه كلمات الدكتور مانا سهيل العتيبة. هي مكتوبة بشكل انه كثير اول ما سمعوها الناس يعني فكروها فقط عاطفية. هي اصلا كتبت تمرد على وضع ما يعني بالضبط. بعد ما صورناها بصحراء في المغرب في منطقة مراكش وكانت معايا الممثلة فاطمة خير. عملناها على قصة هضبة الجولان. عملناها قصة انه كيف معاناة الناس الموجودين هناك انه كيف مثلا ما في يشوف صديقة او ما في يشوف عائلته او لو من يحكوا مع بعض يحكوا بالسبيكرات او اذا مثلا اذا يجيهم عيد كل سنة وانتم طيبين يكتبوها بلافتة كبيرة كل سنة وانتم طيبين من بعيد. فهذا الوضع المأساوي انه حاولنا من خلال اهل فلسطين عملناها ان شاء الله جميل. احنا في انتظارها انها توصل دلوقتي اول ما توصل. وانا اعتقد ان الشريط للاسف الشديد ما وصلش فاحنا هنطلب بس من الاستاذ كاظم ان هو يقول لنا كلام. ايه رايك؟ اي الكلام اعتقد الجمهور يعرفوه. مستقيل مستقيل وبدمع العين امضي هذه الصفحه من عمري وامضي. لم يعد صدر حبيبي موطني لا ولا أرض الهوى المذبوح أرضي. لم يعد يمكن أن أبقى هنا فهنا يبكي على بعضي بعضي. كانت في الأول لا ديار الأهل عارت موطني اللي هي فعلا يحكي قصة فلسطين في الوضع في القدس بصورة عامة يعني تمرد إنسان متمرد على الواقع يريد يعمل أي شيء حتى يكسر هذه الأسوار حتى يخترق هاي الاسوار حتى يلتقون لم الشمل يلتقون الاهل مع بعضهم. فاحيانا يشوف نفسه انه وحده ضعيف فيقولها انه انا ما راح اتحمل هذا الوضع فسكاتي هو افضل اللي هو الفداء يعني. الله. ايه رايك يا استاذ كمال؟ هي جميله جدا أوي. وبالنسبه لكاظم في نقطتين الحقيقه بيسترعوا انتباهي دايما. نقطة بتتعلق بفنه والاختيار اللي اختاره للسكة اللي هو مشي فيها. والنقطة الثانية نقطة شخصية وفي تقديري النقطة الشخصية دي مفتاح من المفاتيح بتاعته. ان مرة انا شفتك في برنامج في التلفزيون فقلت حاجة عابرة بس الحاجة دي الحقيقة أثرت فيا جدا وفيما أظن انه في برنامج من برامج المنوعات قناة المنوعات كنت بتتكلم عن طفولتك. فقلت ان انت جت الظروف فكنت بتبيع. هي قصة هي يعني مشهد انساني جدا مخ انساني جدا ان انت كنت بتبيع دندرمة. فلما كان بيمشي بالعربية بتاعت الدندرمة مش قادر ينده عليها. يجي ينده مش قادر ينده عليها. ينده مش قادر ينده عليها. فكان بيرجع بنفس الدندرمة هي. مرات بتدوب يعني. هل من المعقول ومن المنطقي ان هذا الفتى اللي صوته مش قادر يطلعه بيبقى مغني؟ هنا الحقيقه بنلاقي بقى نقطه مهمه طبعا. ان لا يمكن انه يغني الا اللي حاسس بانه عايز يغنيه. عشان كده في درجة عنده موضوع في الأغنية عشان كده في درجة عالية جدا من الصدق يعني. حتى لو وطينا التلفزيون إلى درجة كبيرة ونبص على وش كاظم الساهر وهو بيغني بنحس إن هو كله عبارة عن حنجرة تغني يعني كل الجسم كله عبارة عن حنجرة كلها حنجرة يعني
يعني هو ما بيغنيش الا اللي هو بيحس فيه بثقه شديد جدا. بالظبط، يعني بيبقى الاحساس هو اللي بيغني. النقطه الثانيه بالنسبه لكاظم برضو، ان هو اختار السكه اللي كادت تكون منسيه في الغناء عندنا. يعني احنا قعدنا مده كان في نفحه الحداثه كانت زايده في الاغنيه، ودخول من العراق ناظم الغزالي بصوته العظيم العبقري اللي لغايه النهارده ما جاش صوت يعوضه، سكه عبد الحليم حافظ، في شيء من محمد عبد المطلب، في شيء في يعني وارث كل تراث الغناء العربي الاصيل. العربي الاصيل. فالحقيقه النقطتين دول هم ما يميزوا كاظم الساهر. كان انا اشكره يعني على المقدمه. لا العفو، يعني بقى من ده من النقد النقاد بقى، مش عايز اقول لك يعني شيخ النقاد يعني ادلى بالدلو. انا بسال كيف ادت المشهد اللي جبتوه في بدايه البرنامج؟ كيف ادته بهذه الطريقه هاي العظيمه يعني؟ ليلى كيف مرات انا مرات كنت امثل بالاغنيه الاخيره مستقيل، فكنت مفروض ادي دور انه حبيبتي تخترق الاسلاك، تخترق الاسلاك فيضربوها يقتلوها، فاشوف حبيبتي تقتل امام عيني، اللي هو منظر اعتقد يكاد شبه يومي في فلسطين. فكيف ادي الدور؟ وخاصة انا محتاج تركض امامي حقيقة يعني، حتى خاصة انه بس الكاميرا وتعال ادي دور، نتخيل تخيل حبيبتك وهذا. فالتمثيل صعب صراحة، تمثيل صعب بشكل فظيع يعني، انه كيف علمينا انه كيف مثلا تتقمص واي والدموع تنزل واي، كيف يعني صعبه فعلا صعبه. دلوقتي هنعمل بينكم مسابقه اولا احنا هنرحب بالفنان فاروق الفيشاوي. حبيب قلبي من سالم، ازيك؟ اتفضل يا استاذ فاروق. صحبة الفنانة ليلى علوي النهاردة جميلة زيها بالظبط. ربنا يخليكي، ده جميلة بيهم. واضح طبعا انه ليلى علوي استطاعت انها تجيب الناس اللي ما بيجوش. ده دليل كبير او اكبر دليل على حب الناس للفنانة ليلى علوي. والصداقة القوية اللي والصداقة القوية اللي بتجمع ما بين ليلى من مصر وكاظم من العراق. فاروق منين؟ من يعني من الوطن العربي. وطن عربي. والاستاذ كمال رمزي، احنا طبعا بنرحب بيك. وما كانش عاجبك الفطار بتاعنا؟ لا والله بالعكس، ده انا سمعت انكم بتقدموا فطار ما شاء الله يعني 7 ستارز. طبعا بشكر فاروق جدا، لان هو كان يعني عنده هو عازم على الفطار، فقال لي بس يعني هيقعد الناس وهيجي. بشكره جدا جدا. احنا بنرحب بيكم كلكم. يا اهلا بيك. واحنا طبعا في تليفون دلوقتي، تليفونات عماله ترن، بس انا مش قادره اخدها، انا مش قادره اتكلم معاك ولا اخد تليفونات، فقد ما نقدر كل شويه ناخد تليفون. اوكي ناخد التليفون. الو الو الو، صوت بيرن. طيب استناه ولا اكمل؟ الو. طيب هو الخط قطع. طيب. اوكي نكمل الكلام. انا عاوز اعرف بقى يعني الصداقه في الوسط الفني، وخصوصا انه مثلا فن كاظم الساهر من العراق وحضرتك من القاهره، و استاذ فاروق والاستاذ كمال من الوطن العربي. مين بالظبط مش عارفين؟ والله جزائر على العراق على شام على كل على مغرب عربي على كل. هل الوسط الفني في صداقه حقيقيه؟ طبعا هو في، طبعا احنا عارفين انه مهما كان لو في صداقه او ما فيش، لما بيحصل ازمه ما كل الفنانين بيتجمعوا وبيتحدوا. لو ما فيش ازمه في الوقت العادي، ايه مظاهر المودة والتعاطف بينكم؟ انا يعني اتفضل. لا والله لا، هو انا بؤكد ان في صداقة حقيقية ما بيننا وبين بعض كزملاء، ويمكن انا وليلى تحديدا يعني الحمد لله علاقتنا بزملائنا كلها علاقة طيبة وعلاقة احترام وعلاقة صداقة حقيقية.
وطبعا ليلى دي صداقة عمر في غير وقت الأزمات. لا دايما بنسأل على بعض، دايما بنهتم بأن احنا نطمن على أحوال بعض سواء أنا أو هي باستمرار ودائما وأبدا. وطبعا كاظم فنان عربي كبير، وهو من أول ما وصل مصر يمكن احنا وأنا وليلى بالتحديد أول ناس قابلناه، وأول ناس حسينا بفنه الراقي، وحسينا بأن احنا بنعود معاه للطرب العربي الأصيل. فمن أول ما وصل مصر وهو أصبح صديق عزيز جدا، وهو يعني بالرغم أنه مش عايش معنا في مصر إنما برضو بيحس لما بيجي قد إيه إحنا أصحاب وقد إيه إحنا أصدقاء وقد إيه فعلا التآلف والتآخي موجود بيننا وبقوة كمان. هو ده كان شيء موجود زمان، يعني زمان كان بصفة مستمرة الفنانين من كل أنحاء الوطن العربي بيتجمعوا في بينهم روابط قوية جدا، مش كده يا استاذ؟ والله حتى الآن يعني حتى الآن يعني أنا بقول إنه دي عودة للموضوع. لا مش عودة، لا مش عودة، يعني أنا من يوم ما أنا دخلت الوسط وأنا شايفة أولا حاجة مهمة جدا وتعلمت حاجة، وأنا دخلت الوسط وأنا صغيرة جدا تعلمت إن الفن ملوش جنسية. طبعا دي نمرة واحد، الفن ملوش جنسية، والفنان حقيقي هو بيبقى سفير لبلده وكل الكلام ده، لكن حقيقي بيبقى احنا بحس ان احنا كلنا هدفنا واحد، مش لمصر او للعراق او لسوريا او للبنان، هدفنا واحد للمجتمع العربي كله وللعالم كله. يعني بدليل ان احنا اي عمل غنائي او سينمائي او تلفزيوني بيبقى رسالة للعالم كله. وبعدين انا ما يعني موضوع التظاهر مش موضوع مظاهر او تظاهر ايه اللي بيننا او صداقه او كده، لا في صداقه حقيقيه، في عشره، في زماله. مظاهر يعني كاظم لما بتوصل مصر هل المحيط اللي بيبقى حواليك الناس اللي حواليك بيبقوا كلهم موسيقى وتاليف وشعر، يعني المجموعه بتاعت مجموعه ايه ولا بيبقى منفتح اكتر؟ لا يعني تقريبا اكثر استوديو يكون الموسيقيين معي اصدقاء، في صارت صداقه ايضا مع موسيقيين من سنه اول دخولي مصر سنه 90، وبعدين سافرت ورجعت دخلت سنه 94، فمن سنه 90 لحد الان عندي ايضا من الوسط الموسيقيين حاج سعد عازف الكمان معروف عندكم جدا، من الاساتذه الكبار دكتور حسن شراره، دكتور برجب، في مجموعه كبيره من الموسيقيين يعني عندي في مصر، هم احسهم يعني محبه كبيره جدا، كثير اسماء، ماجد سرور، رضا بدير، دكتور خالد، كل يعني في مجموعه عندي يمكن. لا في مجالك دائما يا في الموسيقيين. انا بتكلم بقى خارج. لا انا احكي لك عن هالموضوع ليه، مثلا مرات احيانا كثيره في نقطه ننتبه عليها، احيانا مثلا بالتسجيلات في الاستديوهات تشوف في مثلا بعض الموسيقيين انه حتى يخلص التسجيل بسرعه يطلع على الاغنيه اللي بعدها ويروح على الاستوديو الاخر حتى يعمل بسرعه، حتى يعني مساله تسجيل حتى سريع حتى يكسب اكثر. المجموعه هذه ما يرضوا يطلعوا من الاستوديو الا يسمعوا ويعيدوا ويصلحوا، يعني بيكلفوا نفسهم في شيء مثل العائله، يعني هاي العائله اللي يحكون عليها ايام زمان موجوده الان، العائله الجميله الفنيه انا اسميها. واصدقائي من الوسط الفني من التمثيل، وفي كثير عندي اصدقاء من المجتمع كمان، عندك المجتمع اصدقاء كثير، ولو سمعوا علي خبر من الصحافه ومن الاعلام لو سمعوا علي خبر ما شوف التليفونات كيف ياخذ تليفوني، يعني انا مرات حتى يعني يمكن تليفوني يكون عندي رقم جديد، فتشوفي راسا فلان انا فلان اهلا وسهلا، احد مضايقك احد كذا، ففي محبه ما اوصف لك يعني. ما تهتم، احنا اهلك، احنا اخوانك، احنا اي شيء تحتاج بالوسط الفني احنا موجودين. فاعتقد هذا المحبه موجوده دائما، يعني دائما حتى من اشوف افلام ايام زمان، انا في فيلم شفته اسود وابيض يمكن مصوريه بالخمسينات، يقول له الله يرحم ايام زمان. هو ده بالخمسين بالاربعين يقول الله يرحم ايام زمان. والله صح. ما في رضا، يعني في رضا عن النفس المفروض الان الحمد لله في محبه كبيره، شفتي من الفنانين كيف كلهم اجتمعوا.
طبعاً لاغنيه فلسطين برغم الخلافات برغم اللي بعضهم شفتيهم كلهم التموا بيوم واحد التموا كلهم مع بعض يعانقوا بعض. هو هذا الحب الموجود بكل الازمنه يعني ما يفرق عن ايام زمانه والان. اقول لك حاجه بقول ان الوقت الحالي ده يعني النهارده الزمن بقى اصعب والحياه بقت اصعب واليوم بقى قصير ومشاغلنا كتير ومتطلباتنا كتير. زمان كان الحب سهل وكان في خير كتير وكان في وقت وكانت الحياه اسهل. فالنهارده كون ان يكون في حب ويكون في التزام بالحب ده والتزام بالزماله وبواجب بالواجب بتاعك انا بحس ان ده قوي جدا جدا. وحرام ان احنا نتهم ان احنا في زمن ما بقاش فيه الحب للعمل بامانه او الحب للزماله بامانه. لان زي مثلا ما الاستاذ قاسم قال ان في موسيقيين ما بيقدروش يطلعوا من الاستوديو غير لما يسمعوا نفس الحكايه. اللي بيخاف على عمله وفنان حقيقي بيرفض الماده وبيبقى دؤوب جدا ودقيق جدا وبياخد وقت كتير جدا عشان يطلع شغل كويس. بس احنا قبل ما يعني ما نعقب على الموضوع ده في التليفون عشان حرام بقالها الو او بقاله مش عارفه. الو الو فوت لي التليفون. قطع الخط. الو سامعين؟ الو الو في مشكله في التليفون؟ امال ايه؟ طيب اما يعني قولها او قول له يصبر شويه عشان انا كده مش عارفه اكلمهم. طيب انا اللي عاوزه اقوله انه اكيد انه الناس دي اللي بتقعد وتسمع وتصلح لانه مثلا كاظم الساهر لازم يحصل ده. في ناس ثانيه مع حد تاني. طب انا عايز ادافع استاذ سلمى. انا عايز ادافع عن الخلافات والاختلافات. ايوه اه والنبي يا استاذ سلمى. انا عايز ادافع عن دي. ليه؟ دافع. لان احنا مش جايين عن طريق الاستنساخ. احنا مختلفين. ايوه بالظبط. فاحنا علينا ان احنا في منطقه محبه ومنطقه تفاهم ومنطقه كذا. بس في منطقه اختلاف. لازم. ايه المانع ان احنا ناكدها؟ يعني انا مختلف معاك في بعض النقط. ممكن الخلافات دي بتصل الى درجة ابعد. اوكي يعني احنا ما احناش ملايكة نسخ من بعض. احنا مختلفين. زمان كان برضو الناس مختلفين. انا مع الاستاذ كمال في اللي بيقوله ده على فكرة. والايام الجميلة او واحدة معاه بس اصل الاختلاف يعني في الرأي او في الذوق ده مش معناه اختلاف في الاسلوب في المشاعر او في الاحاسيس. هو برضو حتى في يعني المشاعر حتى في المشاعر يعني انا عايز اقول حتى انا برضو يعني عاوز اتكلم في تنافس شديد جدا ما بين بدون ذكر اسماء طبعا عشان نعرف الحساسيه بتاعه المساله دي بين اتنين ممثلات حوالين اداء شخصيه معينه. كل واحده بتقول انا اللي اقدر اادي هذه الشخصيه لان انا بعشقها تماما وليا طريقتي في العالمه اللي هي قتلت في بمناسبه فلسطين وكده عالمه مصريه قتلت في عالمه مصريه كانت متقدمه جدا في فهم الذره وقتلت في ظروف غامضه. ففي اتنين ممثلات بيتصارعوا على هذا الدور وكل واحده وحقيقه بقى كل واحده عندها مبررات قويه جدا انها تعمل هذا الدور. وصل الخلاف بينهم الى درجه عاليه جدا من الضيق والقدر. انا شايف ان ده خلاف مشروع جدا. طبعا. وانا معاه ان الاتنين بيتنافسوا حوالين اداء شخصيه كل واحد عارف. انا لما شفت فاروق الفيشاوي اول مره من يجي كام 30 سنه كتير كان معلش لازم اقول 30 سنه كان لسه يا دوب لا ما هو هو مربيني بس لا ده انا بوقع عليهم من وانا صغير. فكان في حاله انفعاليه شديده جدا. ليه؟ لان كان المخرج كان بيعمل دور هايل في مسرحيه باب الفتوح. فكان المخرج عايز يوم العرض يوم المسابقه عايز يدي هذا الدور لشخص ثاني. وفاروق الفيشاوي قاتل قتالا عظيما وفعلا هو اللي وقف على تخت المسرح وادى هذا الدور واداه فعلا اداء رفيع المستوى. اللي انا عايز اقوله ان طبيعه الحياه بيبقى فيه نوع من الاختلاف وفي الاختلافات بنوصل لدرجه ممكن تكون متقدمه من التباعد. احنا علينا ان احنا نعترف بده سواء زمان او دلوقتي او في المستقبل. ودي سمة إنسانية وسمة بشرية وسمة إحنا معاك
الله يرحمه عبد الوهاب بياتي الاستاذ الكبير الشاعر. شاعر كبير طبعا. فكان تعرف هو والاستاذ نزار قباني كانوا في كتابات كانت تكتب وفي اختلافات في الاراء وفي ايضا شعراء انا اسف ما تحضرني الاسماء كلها بس انا اللي عجبني في رثاء كتبه الله يرحمه الاستاذ عبد الوهاب بياتي في الاستاذ نزار قباني بما معناه انه انا كنت يعني كنت اكتب على قصيدة ما أنتقدك الآن أنا جالس وحدي جالس وحدي ما أعرف أنه يعني على من أكتب معنى حلوة يعني كان كانوا في شيء بينهم يعني كتابات فظيعة طبعا كانت قوية جدا ضد يعني ولكن من توفى الأستاذ نزار قباني كتب من أجمل ما يكون في يعني فأنا هذا اللي يحكي هذا أنا أسميه النضج النضج يعني أنه كل واحد يعبر عن وجهة نظره بما يحب ولذلك مرات مثلا يقولوا لي مثلا ليه ما تجاوب فلان يتكلم عنك يتكلم بقول ليه لا خلي يتكلم أنه بالعكس أنا أحترم وجهات النظر كلها إذا كان يعني إذا كان معايا أو ضدي أو كذا يمكن ينبهني على شيء في شخصيتي أنا مش ما منتبه عليه أعيد النظر من جديد وأبدأ من جديد لأن إنسان أعتقد عن وجهة نظري أنه تلميذ دائما في الحياة أنا دائما أعتبر نفسي تلميذ وأتعلم من الآخرين بشكل كثير. إحنا نسمع رأي الأستاذ فاروق بس أنا في التليفون معلش. ألو. فاروق مش هيك. ألو. التليفون مش هيك. يا ريت التليفون يجي. ألو. ألو. يا رب ما يجي. ألو. في مشكلة في التليفون. ألو. 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 ألو مدام سلمى. الو ايوه ليلى بلعب بقى حل المسابقه اقول حل اسئله كمان كنت توجهي اسئله للضيوف اللي معانا طيب لما ظبطوا التليفون نستقبل تليفونات اتفضل استاذ فاروق انا اقول الـ 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 في العمل الزماله اساسها الاحترام والصداقه اساسها الحب والعمل الفني اصلا لانه عمل جماعي بطبعه وبيشترك فيه اكثر من حد فالزمالة بتفرض الاحترام والعمل الفني بيلزمه الحب لأن الحب بينعكس على الشاشة لما تبصي للتمثيل والممثلين وهم بيشتغلوا مع بعض تحسي إذا كان في ألفة وحب حقيقي بينهم لأن احنا بنطلع مشاعر وأحاسيس مش بتاعتنا بتاعت الشخصيات اللي احنا بنقدمها فإذا لم يغلفها الحب مش هتطلع مظبوط طب والله يا أستاذ فاروق عايز أسألك سؤال أنا أعرف حد في يعني في مشهد درامي يعني انا اللي عارفاه انه الشخص ده مش طايق الشخص التاني ايوه كويس ويعني مش طايقه يعني ولا او ده فاضيه وكده وان شفتهم في المشهد بيحبوا بعض عشان كده بقول لك الزماله اساسها الاحترام انا ممكن اكون مختلف مع زميل او زميله لكن احترامي للمهنه واحترامي لشغلي واحترامي لزميلي بصرف النظر عن مشاعري الخاصه نحوه أيوة. بتفرض عليا التزام واحترام بالظبط ودخول في اهداف شخصيه ده الاحترام بالظبط انما الصداقه بتختلف عن الزماله شويه لان الصداقه بتستلزم اشياء اخرى غير مجرد الاحترام لا بتستلزم بقى ان الواحد يكون مسؤول عن صديقه او عن من يحب مسؤول مسؤوليه كامله في كافه الاشياء يعني وبعدين العمل الفني بما انه قائم على الحب بتلاقي كل الناس لو في حد خرج عن خط الحب والاحترام في الزمالة بيبقى مكروه من الجميع بيبقى هو اللي ملفوظ بيبقى هو المدان دائما والباقيين ماشيين في سكتهم وماشيين في التفافهم حوالين بعض وماشيين في حبهم فاللي بيظهر انه هو يعني بيبعد عن الخط الرئيسي والحقيقي المفروض يبقى بين الزملاء بيبقى لوحده بس هو في نقطة برضو عايزة بقى أقول لك أنت قلتي حاجة صح إن فعلا في أعمال كبيرة جدا ومهمة جدا بيبقوا اتنين مش طايقين بعض ولكن على الشاشة عاملين شغلهم كويس جدا عارفة ليه؟ لأن نمرة واحد إن كل واحد فيهم حقيقي فنان جيد وممثل جيد وبيحب شغله قوي وشغله هو نمرة واحد في حياته أوكي؟ نمرة اتنين إن معاهم مخر كويس بيعمل كنترول كويس أوكي؟ فالحاجة الشخصية حاجة يعني أنا ممكن مثلا أكون في أزمة نفسية أو عيانة النهاردة وحرارتي 40 ورايحة أقف قدام الكاميرا وانسى إن الكاميرا نورت وخلاص يعني بشتغل أنا بنسى كل ده بفصل كل ده ببقى في الحالة اللي أنا فيها بس في فنانين تانيين ممكن ما يكونوش بيحبوا بس هم مش هم ممثلين بجد بقى يعني بيمثلوا مش بيعيشوا وده فرق كبير جدا
فيطلعوا وحشين. هو كلكم طبعا وانت كمان تطلعي وحشه معاه يعني. انا في ناس بتقول لي انت المشهد انت بتعمل مشاهد كتيره جدا مع ممثلين كتير، اشمعنى في المشاهد دي بالذات انت مش منور؟ لانه زميلي بيأثر عليا سلبا او ايجابا، يا اما بيديني من روحه ومن احساسه ومن عينيه اللي بيخليني اجيد، او بيطفيني من روحه ومن احساسه ومن عينيه. انا قبل كم يوم كان اصدقائي من وسطكم كان حكالي طرفة ان في واحد قد ما يكره زميله في التمثيل راح واكل له كيلو بصل. اهو مثلا بصل حتى بيسميه انه ما يخليه يمثل. مظبوط، احنا اتعلمنا حاجة مهمة جدا. هذه شرير قوي. حاجة مهمة قوي ان في حاجة اسمها التعاون الجميل المحمود ما بين الزملاء وبعضهم. فعلا ما يصحش اطلاقا ان انا ابقى واكل توم او واكل بصل ورايح امثل مع زميلي. ده في مهنتنا وفي عرفنا عيب. لا بس ده طبعا عيب يعني. عيب. تأكيد الحقيقة. تأكيد للمعنى ده يعني. هو حتى نظريا وعمليا زكي رستم ومحمود المليجي بنحبهم قوي. فقال لي لدرجه ان انا لما بروح حته كنت في السودان فقالوا لي الله امال فين محمود المليجي؟ وبعدين كنت في سوريا قالوا لي الله امال فين زكي رستم؟ فهم كانوا وصلوا لدرجه من التفاهم هم الثلاثه مع بعض بحيث ان هو بقى كلامه قال ان انا الاخذ والعطاء بيني وبين محمود المليجي كما لو كنا، لان محمود المليجي بيطلع معايا دايما قاتل. فبقى في نوع من التفاهم ان هو باستمرار هيغدر بيا في لحظه معينه، فانا عليا ان انا دايما ابقى متحفز ليه بدنيا. زكي رستم التفاهم اللي بيننا ادى الى ان انا افهم ان هو بيعاملني داخل الافلام كما لو كان لانه متآمر وعقليه بتتركب تركيبه اجراميه، فان انا بلعب شطرنج. فده الفرق بين ده وده. فالاخذ والعطاء بيننا مع محمود المليجي كاني بلعب طاوله، مع زكي رستم كاني بلعب شطرنج. ده هنا ببقى هنا بقى الاخذ والعطاء على ارقى مستوى. ان في نوع من انواع التفاهم الجميل، وكل ما خدوا ادوا مع بعض بشكل اعمق وبشكل اوسع كل ما الاثنين بيرتفعوا بالعمل. بس ده حاجه نابعه برضو من تركيبتنا الشرقيه يعني. حضراتكم سافرتوا اوروبا وزرتوا استوديوهات كده بره في البلاتو، يعني مش شرط انه الممثلين يكونوا اصحاب ولا يكونوا بيخرجوا مع بعض ولا بيكونوا صحاب بعض ولا في بينهم اي حاجه، هو كل واحد جاي بيعمل الدور بتاعه وبيطلع الفيلم. حرفه هي دي. ده احتراف فعلا بره انه يكون يعني ممكن ما يكونش يبقى جاي من مكانه من اخر الدنيا جاي بيعمل دوره قصاد النجمه دي او قصاد النجم ده بس، لكن احنا دي التركيبه بتاعتنا انه لازم كلنا نبقى اصحاب ولازم عشان نعمل شغل من الاصل نبقى حبايب. لا مش لازم. لا 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 مش عندنا مش شرط يكون كده، لكن لازم علشان تقفي قدام الكاميرا هتمر ببروفات وهتمر بلقاءات مع المخرج ومع الممثلين، فلازم هيكون في معرفه وبره في صداقات طبعا. ايوه في بس يعني مش لازم. لا طب ما انا يعني انا مثلت كتير جدا جدا مع ناس اول مره بشوفهم في حياتي. اشوفهم من الشاشه مثلا لكن اول مره بشوفهم في حياتي، لكن خلاص دخلتي العمل فبقينا اسره وبقى في بروفات وبقى في لقاءات وبقى في يبقى في مش الصداقه دي بتاخد وقت وبتاخد عمر عشان تتكون وتتاكد. لكن المعرفه وان يبقى في رباط اسري للعمل ده بيحصل. لازم يحصل. بس يعني مرات في مرات يمكن يقع في خطا يعني. العلاقات هذه الانسانيه الجميله مرات يعني تفهم خطا مثلا في العمل الفني اللي هو ذا تمثيل وذا موسيقى. احيانا مثلا انا متعامل مع شاعر اخر الناس راسا ثانيا في خلاف مع العمل الفني هو ان تبحث عن شيء دائما يعني مختلف وجديد، ودائما تخلي ببالك الجمهور. يعني انا ما اخلي ببالي انه صديقي شاعر لازم اخليه يكتب لي. ممكن الان يكتب لي 10 اغاني بكاسيت، يمكن الكاسيت الاخر ولا اغنيه اخذ من عنده. مو معناه انه هو مستوى مشكلة. لا ابدا طبعا. وفي هذا الطريقه نجحت مع شعراء اصدقائي مثل كريم عراقي، كان هو يجيب لي شعر من الاخرين واقرا. وايضا مع موزعين موسيقيين، ايضا مع الفرقه الموسيقيه
طالما احنا ضمن ال احيانا حتى بالتمثيل يمكن المخرج يشوف عنده صديق ممثل صديقه كثير بس يختار انسان غيره، يمكن ممثل يزعل يقول ليه ما اختارني انا، اختار انسان كذا. اعتقد احيانا بعض المجاملات تاثر على الوسط الفني سلبا، يعني خاصه بعض الصداقات اللي احنا نسميها اعتقد احيانا تكون سلب يعني نتيجتها. ففي فرق كثير، مثلا يفهموا مثلا صداقه الفنانين لازم ان يتعاملوا مع بعض فنيا ايضا، احتمال فنيا يرتقي المخرج او المؤلف او الشاعر او القائد انه فلان يصلح للدور هذا، فلان اخر يصلح لهذا الدور، ايضا يعطون فرصه للاخرين وبنفس الوقت خدمه للفن وبنفس الوقت الجمهور راح تاخذ ثمره اعتقد اجمل. طبعا احنا طيب انا كنت عايز اقول على حاجه مدام سلمى، لان اثرت نقطه مهمه. في تليفون؟ في تليفون ولا؟ تليفون اشتغل؟ طب احنا لغايه ما يجي تليفون براحته بقى صلح. اغطي الجبهه عبال ما يجي التليفون. ايوه اتفضل غطي الجبهه. اتفضل. كنت عايز ارد على نقطه، اعمل يعني محاوله للتنوير في مساله ان الناس تيجي من اماكن متعدده. يعني هو طبعا التوافق مهم قوي، لان التجربه برضو اثبتت ان لما يبقى في اتنين الكيمياء بتاعتهم متوافقه مع بعض بيطلعوا عمل اكبر من حجم الاتنين مع بعض. بمعنى مثلا كان في فيلم عظيم جدا يجوز المشاهدين يفتكروه، فيلم بيكت او شرف الله. هذا الفيلم كان عمله فيما اذكر بيتر اوتول و ريتشارد بيرتون. الاثنين دول قعدوا حوالي 8 سنين يعملوه على خشبه المسرح، وكل واحد يقوم بدور الثاني. يعني ليله ريتشارد بيرتون يقوم بدور هنري، والعكس صحيح. والعكس صحيح، لغايه لما جم عملوه فيلم، فطلع فيلم من اعظم ما يكون. فاللي انا كنت عايز اوصل له ان في نوع من انواع الكيمياء اللي موجوده ما بين ممثل واخر، ممثله وزميلها. يعني المشهد اللي احنا شفناه من شويه اللي هو موضوع السؤال النهارده اللي محدش حلها، مش عارفين يوصلوا لنا. انا عايزه حد يكسب والله، يزعل جدا. الحقيقه كان في نوع من الكيمياء الجميله جدا اللي موجوده بين ليلى علوي. كان نوع من الكيمياء الجميله جدا اللي موجوده بين ليلى علوي وممدوح عبد العليم في المشهد اللي شفناه بيقول عليه الفنان قادر. في عطاء جميل جدا، وفي نوع من التفاهم اللي على اكتر من مستوى. يعني واضح ان الاثنين ربما ده في تخيلي، حتى لما كناش عملوا ده انا متخيل انه لازم يكون ده اتعمل، ان كل واحد فاهم ايه المستوى الاولاني في الانفعال وايه المستوى الثاني في الانفعال. يعني هنا بنلاقي واحده في وضع تراجيدي الى حد ما، واللي قدامها ايضا في وضع تراجيدي، لكن هي بتحاول انها تخفف من عنائه، فبتبعت له رساله ان احنا يعني هنقدر نقف على رجلينا وكده يعني. وهو في نفس الوقت عايز يستنهض همته وعايز يبقى فيه عزيمه، بس من الواضح ان حتى الابتسامه بتاعته اللي هو عاملها ومؤدي الحته دي جوز فاروق يقدر يفسر دي اكتر مني، عامل الاداء اداء جميل جدا، انه مديني احساس ان عنده سنه اتكسرت في المعركه اللي دخلها. ف وشه شفايفه في حاله اعوجاج. فالحقيقه هنا محصلة جمع الاثنين مع بعض ربما تكون اكبر من كل شيء، كل واحد فيه منفردا. يعني لو تسعة وتسعة من عشرة يبقى الاثنين مع بعض 15 من عشرة. طيب احنا عندنا تليفون يا استاذ كمال. كاظم بتتابع المسلسلات على قناة النيل الدراما؟ انا لان في الاستوديو والله. يعني هذا اول شهر يعني الغي كل شيء، و يعني وعدت الشركة اعطيهم الالبوم شهر 12 ان شاء الله. فكل يوم حوالي 12 ساعة في الاستوديو، 8 ساعات ل 12 ساعة. يعني ان شاء الله فاضل مش كتير عشان نستمتع. خلصت 9 اغاني خلصت يعني الحمد لله. مبروك كاظم. ما فيش خوف من انه في سبيل الاختلاف ممكن نقع في التكرار؟ لا ما فيش ده. لا، الثقة أولا جاية عن مشوار طويل، يعني مو قصير، مشوار طويل، يعني سنوات عمري كلها في الدراسة، وأعرف حجم موهبتي من الناس اللي أحترم جدا المستمع. فمن أحس فيه ضعف في مواقع
معينه في موهبتي انا انسحب. صدقيني يعني لو انسحبت يوم من الايام سنه وسنتين معناها انه ضعف عندي في الموسيقى حتى اقر واعترف، بس الحمد لله انا واثق من موهبتي وعندي يعني قدره على التلوين، ولذلك من تسمعي اغنيه اشكيك لمين ما كانوا مصدقين انه انا الحاني نفسها هي، او تسمعي هذا النوع عليك يتجنن، او تسمعي اني خيرت كيف اختاري او زيديني عشقا، يعني كل واحده اسلوب مختلف عن الاخرى. يعني مدرسه طربيه في 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 طريقه دراما، في تاليف موسيقي، في 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 اضافه الى لونجات سماعيات، يعني فيها احنا دارسيه في قسم الموسيقى دي، هذه بمرحله اخرى معينه، اضافه الى بعض القصائد اللي هي مثلا تدخل فيها طريق الدراما والتكنيك والتركيب. فاعتقد هذا في كثير انه ليه كاظم مثلا ما يبدا يخوض التجربه مع ملحن اخر. اعتقد لو انا فاهم نفسي وفاهم صوتي وفاهم قدراتي فما راح احتاج في حياتي، ويوم من الايام لو وصلت الى انا ما عندي القدره ان اعطي صوتي انا انسحب. هذا معناه الثقه بالنفس. اما قياسا للملحنين الاخرين فانا عندي اكون لهم احترام كبير جدا، ملحنين من الدرجه الاولى انا اعتبرهم وفعلا اصدقاء لي. يعني في ملحنين عندكم في الساحه الفنيه ما شاء الله، يعني الاستاذ عمار الشريعي، دكتور جمال سلامه، استاذ حلمي بكر، في زياد الرحباني، في شرنوبي، في مجموعه كبيره. كمال التوليد، لا ما نحكي على استاذ كمال التوليد، خليل وحدي. لا مرحله اخرى انا اتكلم الان، مرحله اخرى، مدارس معينه طلعت واعطت للفن العربي شيء كثير. اذا نحكي على الاستاذ كمال الطويل، نحكي على الاستاذ محمد الموجي، اما احكي الان في موجود في الساحه فعدم قدره ان يبدعوا باشياء جميله جدا يعني. وفي موجود في الساحه فنانين اصوات جميله، ولكن هو مبدا بدات مع نفسي وانا عمري 12 سنه في وضع موسيقى للقصائد. وبعد أن دخلت معهد الموسيقى بدأت أعمل موسيقى، مقطوعات موسيقية واللونجات يسموها سماعيات، في أشياء حتى عامل كونشيرتو عود، عامل هذه موهبة الموسيقى أولا وبعدين الغناء، فما أعتقد راح يكون تكرار. طيب هو دلوقتي جالنا تليفون على موبايل لأنه يظهر خطوط النهاردة فيها مشكلة. التليفون من المنتج والموزع محمد حسن رمزي. محمد هو بيقول كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هو سعيد جدا بالصحبة دي، وهو مستعد فورا يمضي عقد لفيلم جديد بطولة ليلى علوي وكاظم الساهر وفاروق الفيشاوي، وهو جاهز ب انا خواف التمثيل، انا خواف. انا عاوز اغني بقى، انا خواف. لا انا منسحب، انا خواف، انا خاف من التمثيل. وبيقول انه الـ 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 العرض ده يعني مش هزار، ده عرض جد، هو جاهز يجي دلوقتي. واحنا لا انا ممثل فاشل. انا ممثل فاشل. ليه بس؟ يعني ما عندي القدره ان اخوض تجربه ساعه ونص يعني فيلم كله. هي الاغنيه خمس دقائق تذبحني وتتعبني وتضعفني، وبعد هي خمس دقائق. طب على فكره اصل خمس دقائق دي احنا ممكن هي كل يوم نعمل خمس دقائق. مش كده او دقيقه، مش كده يا محمد؟ كل سنه وانت طيب يا محمد، وكل سنه وانت طيبه يا نهاد، وقولوا يا رب نلاقي سيناريو فعلا يشدنا ان احنا الثلاثه نكون موجودين كده، مش كده؟ انت قلتي اهم حاجه. يعني ايه رايكم في العرض ده؟ لا انا هنقوده يعني. هتنقوده؟ ايوه. الناقد كمان رمزي هينقد الفيلم، عشان كده يعني عشان احنا عاملين حساب كمان رمزي. عشان كده ليلى بتقول يا ريت نلاقي السيناريو اللي يشدنا ويشجعنا، علشان احنا بنعمل حساب الجمهور وحساب طبعا كمال وكل زملائه. بس على فكره احنا بقالنا فتره بنقول اننا مفتقدين الافلام الغنائيه اللي مثلا فيها صوت زي صوت الراحل العظيم عبد الحليم حافظ، او الموسيقار الراحل محمد عبد. يعني كل الافلام الجديده افلام يعني لذيذه يعني شابه، انما لو طلع فيلم مع المجموعه دي وبصوت كاظم اكيد هتبقى، اظن ده يبقى موضوع كبير. وطبعا المنتج والموزع حسن رمزي
ما هوش لا يعني هو ذكي جدا ويقول ايه طب بيعرف يقول. انا عايز اشجع كاظم في حاجه معينه في تاريخ السينما عندنا. المطربين معظم مطربينا ظهروا على الشاشه وافلامهم حققت نجاح عظيم جدا، ولغايه النهارده يعني الافلام اللي فيها عدد كبير من المطربين اللي ربما على مستوى الاداء التمثيلي كانوا متواضعين شويه، انما احنا عندنا زي ما بيتقال باستمرار في كتير من الاوقات احنا بنتفرج على الفيلم بالذات الفيلم الغنائي بنتفرج عليه باذاننا وليس بعيوننا. ده نمرة واحد. نمرة يعني فريد الاطرش كان ظريف حلو على الشاشه مش ممثل قوي، انما بمعايير التمثيل بمعايير التمثيل لا مش ممثل كبير، بس لغايه النهارده افلامه بنحبها جدا. عبد الوهاب دمه خفيف وحلو وصوته كان جواز سفر او جواز مرور ليه على الشاشه. فجمهورنا مش متسامح عن باطل، لا ده متسامح عن حق، بيحب باستمرار المغني ده بيشوفه في الموقف الفلاني وكده. يعني المشهد اللي انت كنت بتحكي سيناريو من شويه، سيناريو كامل يعني مش محتاج الا لمخرج، اللي هو الاغنيه اللي بتتكلم فيها عن الاسوار وعن الناس اللي بتتكلم من رفح اللي ناحيتنا ورفح ناحيه في الضفه في الناحيه الاخرى، عن الجولان، عن كل انواع ده سيناريو كامل. شوف بقى لو انت بتغني ده وهو ايه المساله، ان كاميرا وبيتحول ده الموقف وكده. يعني انا هشجع معاك كاظم اكتر. الفيديو كليب بتاعه دائما في تمثيل، وانت مؤدي هايل استاذ فاروق. والله استاذ فاروق هو انا مدام نهاد معايا وبتقول السيناريو جاهز وهو مكتوب باللغه العراقيه بالنسبه لك ما فيش اي مشكله يعني احنا محاصرين. كنت تيجي يا نهاد اللهجه العراقيه اتفضلوا ييجوا، احنا بنتكلم كلنا عربي فاللهجه العراقيه اللهجه المصريه كلنا بنتكلم عربي. استاذ محمد حضرتك ممكن تشرفنا دلوقتي، هتلاقينا موجودين ونخلص المواضيع. هات العقد واحنا شهود العقد باقي المأذون. اقول لك حاجه بالنسبه للتمثيل، اعتقد ان الصوت الحلو لوحده مش كفايه. نعم. مش كده عشان يوصل، لان يعني في ثلاث حاجات مهمه، في القبول بتاع ربنا وده الحمد لله متبسته جدا بال الله 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 واستاذ كاظم الله هما طبعا واضح انه الناقد كمال رمزي مع اسماعيل ياسين بيقولوا ايه الحوار بقى هتقول كاتبين ايه تحت؟ الفنان الكبير كمال رمزي، كل عام وانتم بخير، بمناسبه شهر رمضان المبارك نهدي لك هذا المقلب على الهواء مباشره، ونرجو ان يحوز على اعجابك وان تحتفظ به مع احلى الذكريات. تحياتنا ذكريات احمد عماره محمد طه. وليلى الفنانة العظيمة ليلى علوي، كل عام وانتم بخير، بمناسبة شهر رمضان المبارك نهدي لك هذا المقلب يعني على الهواء مباشرة، ونرجو ان يحوز على اعجابك وان تحتفظ به مع احلى الذكريات. تحياتنا ذكريات احمد عمارة ومحمد طه. فاروق يا ريت نشوف الصورة، دي اهم حاجة لان طبعا انا للاسف الشديد مع اعجابي وحبي الشديد للاستاذ فؤاد المهندس ما حصليش الشرف الكبير ان انا اقف قصاده، ولكن انا سعيده جدا جدا بالصوره دي، واتمنى ان يجي اليوم ان انا اكون معاه في اي عمل فني. هو لو شايفنا دلوقتي احنا بنتمنى له الشفاء العاجل يا رب، وبجد كلنا بندعي له ان شاء الله. فنان فؤاد المهندس هو تعبان شويه ومفروض سلامته فعلا، لانه من الناس اللي قدموا يعني كم من الفن الرائع واسعدونا يعني على مدى ولغايه النهارده في عمو فؤاد. عمو فؤاد في كل حاجه الحقيقه، في كل حاجه يلا. هو طبعا نفس الكلام اللي كاتبينه الليلة والكمال، ورينا الصوره. بس هو طبعا انا كنت طب عايزين نشوف الصوره لو اهو. انا كنت اتمنى اصلا اني ابقى حسب الله السبع عشر عشان ابقى مع السيده العظيمه الممثله اللي انا بحبها من كل قلبي، كتاكيتو بني كتاكيتو بني زينات صدقي.
حقيقي صورة جميلة، ومرسي لأحمد ومرسي لمحمد جدا جدا جدا. ده من زمن الفن الجميل. زمن الفن الجميل مش كده؟ زمن الفن الجميل على رأي محمود عبد العلي. صورة من زمن الفن. صورة من زمن الفن مع جورج ستيتهم. الله، ده من الفنانين اللي أحبهم على فكرة جدا. والله جدا طبعا جدا. خفة الدم ومسرحية عنده مع سمير غانم وشيرين، ضيف احمد والله، والثلاثي ادوار المسرح الافلام سعاد حسني وبرضه بنقول له الف سلامه ويا رب يكون يعني حالته تحسنت. نتمنى لكل زملائنا بكل الناس يا رب الشفاء يا رب. هو عموما النهارده 12/12 سنه 2000 الله. فيمكن التاريخ ده نفتكره انه في 12/12/2000 في افطر معانا تم توقيع عقد بالأحرف الأولى. بالأحرف الأولى مع الفنان كاظم الساهر والفنانة العليل والفنان فاروق الفيشاوي. والنهار ده يبقى فرصة أننا نشوف بقى. لازم أدخل المعهد أدرس تمثيل على الأقل سنتين حتى أتعلم تمثيل. والله حتى أقف معاهم، حرام عليك. لا لا هنختصر لك الوقت. أقف معاهم كامل يعني. هنختصر لك الوقت. لا هو كورس 6 أشهر بس وخلاص. بس هو البداية تبقى 12/12/2000 واحد تبقى 12/12/2001 ان شاء الله يطلع بقى، عشان احنا 2000. ايوه ما هو ياخد سنه عقبال ما يخلص. ما انا بقول يطلع بقى واحد ان شاء الله باذن الله. طب هو احنا النهارده يعني معانا فنانين ومعانا كاظم الساهر، يعني ليه الفنان كاظم الساهر النهارده مش عاوز يسمعنا صوته؟ يعني هل ممكن ان احنا نعمل دويتو كده؟ لا والله خفيف. بس تعرفين ممكن اسمعك مقطع من الاعمال الجديده بس مع الجلسه معاكم يعني. ممكن نجيب مايك للاستاذ فاضل؟ ليه صوت بابا استاذ محمود؟ معلش هو بنفذ المايك. لازم انا عيني معاهم اصلي فواخده بالك. اتفضل. أحبك جدا وأعرف أن أعيش بحبك، يا ريت نقفل الموبايلات. نقفل الموبايلات لو سمحت. هو الحقيقة إنه عدد الجمهور النهارده عمال يزيد يزيد عشان كاظم وفاروق يعني وليلى. واضح صوت كويس كده تدونا اشاره. اوكي. احبك جدا واعرف اعيش بمن فا وانت بمن فا وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إليك انتحار. أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمن فا وأنت بمن فا وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إليك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني
لكررت حبك للمرة الثانية، يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر، أيا من حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا، أحبك، أحبك جدا، وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء، ست النساء، ست النساء، وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل. الله. حلو قوي. جميل جميل جميل. فنان كاظم مين ست النساء؟ مامته طبعا. حبيبه عمرو. حبيبه رز. طبعا طبعا. لا بس يعني حبيبه عمري معايا الان. وصلت امبارح من بغداد. جت امبارح الحمد لله على السلامه. قاعده بتتفرج عليك دلوقتي؟ طبعا. طيب احنا سعداء. صوته جميل الحقيقه. طبعا واختيار الكلام يعني فعلا بجد يعني كلام مهم جدا. وبعدين دايما الست او الحبيبه تحب تحس ان هي الست الاولى والوحيده في حياه الرجل، فعشان كده كل الستات والبنات والرجاله كمان كلهم بيحبوا اغاني كاظم. الله يسلمك. حضرتك برضو من الرجاله اللي بيحبوا اغاني كاظم؟ جدا طبعا. وبتعجبني الحانه كمان. يعني هو الكلمه تظهر بصوت المطرب الحساس وباللحن اللي بيدي الكلمه معناها. فالحقيقه كاظم من يعني من الناس اللي بيحسسوني ان هو بيعمل لحن علشان الكلمه من خلال صوته واحساسه تصل كامله غير منقوصه. ست النساء. ست حلوه النساء. الجمله يعني ست النساء يعني واضحه. مع ان شوفي كام سين. ايوه هو عارف الحكايه دي كمطرب يعني ان السينات دي تبقى احيانا متعبه، لكن انا حسيت بست النساء. يعني جميله جدا ست النساء. حلو يعني كلمات الاستاذ الكبير نزار قباني طبعا، وكتبها في المستشفى اخر ايامه يعني. كتبها في المستشفى ما نزل ديوان يعني، كتبها حتى تلحن، كتبها الي حتى اعملها اغنيه للناس. قدرت تروح تزوره في المستشفى وتشوفه؟ زرت المستشفى مرة ومرة في بيته بمرضه، ولكن للأسف في الأسبوع الأخير لحقت أستقبل في سوريا عثمان الفقيه النعش. يعني لحقت أستقبله في المطار. الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. الحمد لله. بس ده احلى احلى وقت ان احنا نقول فيه ان الفن الجميل والكلمه الصادقه عمرها ما بتموت وما بتنتهيش، وبتعيش اجيال واجيال واجيال واجيال. وانا قاعده دلوقتي شايفه البوستر الجميل دوت، السيده ام كلثوم والاستاذ فريد الاطرش والاستاذ عبد الحليم حافظ والفنانه ليلى مراد والاستاذ محمد عبد الوهاب وفيروز، يعني كلهم عايشين معانا. طبعا كلهم عايشين معانا. طبعا وانا شايفه طبعا المنتج محمد حسن رمزي وصل.